بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هشرح محاضره السبونسر ارثرايتس او الاسبا. هو انا بس قبل ما ابدا المحاضره محتاجه ان انا ارجع سكيمه روماتولوجيكال ديزيز. هو احنا كنا بنقول ان روماتولوجيكال ديزيز دي بنقسمها يا اما تكون اوتو اميون يا اما نون اوتو اميون. النون اوتو اميون دي زي الديجنراتيف ارثرايتس او السيبتيك ارثرايتس. طيب الاوتو اميون برجع بقسمها تاني اكوردنج تو روماتويد فاكتور انتو سيرو بوزيتيف او سيرو نيجاتيف. سيرو بوزيتيف زي روماتويد ارثرايتس، اللوبس، سيستميك سكليروزس او الدرماتومايسايتس اند بوليمايسايتس. طيب السيرو نيجاتيف زي الانكلوزنج سبونديلايتس، سورياتيك ارثرايتس، انتيروباثيك ارثرايتس او رياكتيف ارثرايتس او سبيشالي اللي هي رايتر سيندروم. تمام. هو احنا لو نلاحظ ان كل البوينتس ديت هي دي الدروس بتاعه الروماتولوجي، الشابتر الروماتولوجي. تمام. النهارده المحاضره عن السيرو نيجاتيف. ماشي. هو مبدئيا كده هو دلوقتي ما بقاش اسمها سيرو نيجاتيف، يعني هو كان الاسم دوت كان قديم علشان كانوا بيشخصوها ان هي روماتويد فاكتور نيجاتيف، بس دلوقتي لقوا ان مش بس علشان هي روماتويد فاكتور نيجاتيف تبقى سبونسر ارثروباثي، فلغوا خالص كلمه سيرو نيجاتيف دي، بقى دلوقتي اسمها سبونسر ارثروباثي، سبونسر ارثروباثي او سبا. تمام. طيب في حاجات تانية بقى بتجمع السبا ديت الديزيز دي كلها، زي ايه؟ زي مثلا في الجيناتكس لقوا ان في عندها HLA-B27. تمام. لقوا ان فيها فاميلي هيستوري. طب يعني ايه بقى فاميلي هيستوري؟ يعني مثلا واحد في العيله عنده انكلوزنج سبونزلايتس والتاني عنده سورياتيك ارثرايتس. تمام. يعني اي ديزيز من الاربعه دول من العيله دي، مش لازم ان يكون فاميلي هيستوري يعني معناه ان العيله عندها نفس الديزيز. تمام، مفهومه؟ طيب لقوا كمان في الكلينيكال مانيفيستاشن ان هي بتختلف عن السيرو بوزيتيف. يعني ايه؟ عشان نفهم بس النقطه ديت محتاجه ان انا اراجع كده سريعا كانت الكلينيكال مانيفيستاشن في السيرو بوزيتيف، وناخد مثلا مثال الروماتويد ارثرايتس. كنا بنقول في الروماتويد ارثرايتس ان الكلينيكال مانيفيستاشن بنقسمها ارتيكولار واكسترا ارتيكولار. الارتيكولار دي كنا بنتكلم ان هي بتدينا في البريفيرال جوينتس. تمام. كنا بنقول ان هي سيمتريكال وايروسيف وبولي ارثرايتس اوف سمول جوينتس اوف الهاند اند فيت، صح كده؟ وما جبناش سيره الافكشن اوف سباين خالص في كل السيرو بوزيتيف، ما عدا بس يمكن في الروماتويد قلنا ان بيحصل افكشن في سي 1 و2 وبيعمل لي اتلانتو اكسل سبلكسيشن. لكن هنا بقى هلاقي العكس تماما، يعني هلاقي في الارتيكولار مانيفيستاشن هلاقي ان السباين افكشن هو اللي اخد الابر هاند، وسبيشالي في الساكرو ايليك جوينت، فبيدينا ساكرو ايليتس اند انفلاماتوري لو باك بين، وهنعرف القصه دي دلوقتي حالا. في البريفيرال جوينت عكس خالص الروماتويد، يعني كل كلمه عكسها، بدل سيمتريكال اسيمتريكال. اوليجو ارثرايتس يعني 2 ل 4 جوينتس بس اوف لارج جوينتس اوف اللور ليمب. تمام. وفي حاجه جديده ظهرت هنا في السيرو نيجاتيف او السبونسر ارثروباثي، حاجه اسمها الانسيسوباسي. يعني ايه الانسيسوباسي ده؟ يعني بيحصل انفلاميشن في الجنكشن ما بين التندون و او الليجمنت والبون. تمام. فبيدينا اكيد ستندينايتس او بلانتر فاشيتس. لو كمان حتى في الاكسترا ارتيكولار مانيفيستاشن بيحصل افكشن بيكون سبيسيفيك قوي للسيرو نيجاتيف او اللي هي سبونسر ارثروباثي. يعني ايه؟ يعني مثلا في الاي احنا كنا بنتكلم في الروماتول في السيرو بوزيتيف كلها بنقول مثلا في عندي دراي اي، في عندي كونجكتيفايتس، سكليرايتس ويبي سكليرايتس وكده. تمام. لكن هنا في يوفيتس، ودي بتكون فيري كاركترستيك للسبونسر ارثروباثي، لدرجة ان ممكن ال first presentation ويتشخص بس لمجرد ان هو عنده uveitis resistant treatment. تمام. طيب بيجيلي aortitis، ودوت هنعرف حالا ليه، دي حتة من الباثولوجي، بيحصل aortitis و aortic regurg، وبيحصل interstitial lung fibrosis وخصوصا في ال apex of the lung. تمام. هو زيه زي اي اوتوميون ديزيز او اي روماتولوجيكال ديزيز، بيعملوا كرايتيريا علشان فور ايري دايجنوزس يعني وتريتمنت ومانجمنت وكده. فاول كرايتيريا اتعملت كانت اللي هي اليوروبيان كرايتيريا، كانت بتقول ان اي انفلاماتوري لو باك بين او ساينوفايتس بالكاركترستكس بتاعته ان هي بيكون اسيمتريكال واوليجو ارثرايتس اوف اللور ليمب، زائد بقى واحده من الحاجات دي يعني عنده بوست فاميلي هيستوري، وعرفنا ان ايه بوست فاميلي هيستوري، عنده سيريزس، عنده اي بي دي، عنده انسيسوباسي، ساكريلياسيس وكده. تمام. بس لقوا ان الكرايتيريا ديت ولا هي سبيسيفيك ولا هي سنسيف، فعملوا كرايتيريا تانية اللي هي موديفايد نيويورك كرايتيريا. دي بتتقسم لشقين، كلينيكال وراديولوجيكال. تمام.
الكلينيكال يعني low back pain او inflammatory low back pain اكتر من 3 شهور, limited lumbar mobility و limited chest expansion, و radiological زي grade 2 bilateral او grade 3 unilateral. طيب الكلام ده كله طبعا مش مفهوم خالص. يعني مثلا اول حاجة يعني ايه inflammatory low back pain اللي هي دي inflammatory spinal pain هي نفسها اللي هي low back pain اكتر من 3 شهور. هي باختصار كده في حدوتة ان العيان بيجيني بيقولي والله العيان مثلا عنده سي مثلا 45 سنة بيقولي انا بقالي مثلا اكتر من سنة ماشي بشتكي بوجع في ظهري. هو بيبدأ كان بدأ الاول خفيف خفيف كنت بقدر ان انا يعني بشوية انالجيزك بقدر اسيطر عليه, بس دلوقتي ما بقتش قادر اتحمله. الوجع مثلا كان بيزيد قوي معايا في الصبح تمام, بس لما اتمشى شوية في الصالة مثلا بيفك معايا, بس لما بقعد على المكتب بيرجع تاني يقوم عليا تمام. هو ده الكريتيريا بتاعته. ال age of onset اقل من 45 سنة بيكون insidious onset, duration اكتر من 3 شهور, بيكون associated with morning stiffness, واهم حاجة ان هو بي increase with rest و بي improve with exercise تمام. وفي عندي جدول بيفرق لي ما بين inflammatory low back pain والميكانيكال low back pain زي مثلا ديسك او كده. دي نقطة. النقطة التانية اللي هي limited lumbar mobility و limited chest expansion. دلوقتي لما بيجيلي عيان بيحكيلي الهيستوري بتاعه وكده, فانا ببدأ مثلا اشك في اللي هو spondylar arthritis تمام. ففي شوية زي تست كده او examination يعني بعمله, فبشوف بديتكت بيها lumbar mobility تمام. كل segment بعمل لها تست وده هنشوفها بعد كده. يعني مثلا اللي هي شوبر تيست بعد تكتب بيه اللي هو اللامبر موبيلتي فبلاقيه قليل و ليميتد تشيست اكسبانشن تمام. طيب نيجي عند الراديولوجيكال كريتيريا. هي دي وانا بصراحه مش عارف ان انا اقولها دلوقتي, يعني يستحسن ان انا لما اقولها بعد انفستيجيشن تمام, بس نعرفها يعني دلوقتي اللي هي جريد 2 بايلاترال وجريد 3 يونيلاترال. انا محتاجه علشان اقول ان ده سبا محتاجه واحده كلينيكال وواحده راديولوجيكال. طيب يعني نص نص مش متاكده, يبقى يا اما الثلاثه كلينيكال يا اما واحده بس راديولوجيكال تمام. طيب هو احنا برضو زي ما هنشوف كمان شويه ان الراديولوجيكال مانيفيستاشن دي بتكون في الادفانسد كيسز تمام. فانا محتاجه ان انا الحق العيان بدري قبل ما يحصل له ديفورميتي وكده. فعملوا اللي هي الاسس كرايتيريا دي ايه بقى. اي عيان عنده اكتر من 3 شهور لو باك بين اللي هو الانفلاماتوري لو باك بين والايدج اوف اونست اقل من 45 سنه, فانا بمسكه وبعمل له اتش ال اي بي 27 وبعمل له ايمجنج على ساكرو ايليك جوينت. الايمجنج دي يا اما تكون بالاكس راي او الام ار اي تمام. لو لقيت ساكرو ايليتس اون ايمجنج لو لقيتها, فانا بحتاج واحده كمان من السبا فيتشرز اللي هم الليسته دي. طيب لو لقيت الاتش ال اي بي 27 يبقى محتاجه اتنين من السبا فيتشرز تمام. طيب انا دلوقتي بقى همسك ديزيز كده من الاربعة بتوع اللي هو السبونسر ارثروباسي, يبقى كده ان شاء الله نكون خلصنا. اول حاجة الانكلوزنج سبونسراتيس. هو دلوقتي دوت الانسيدنس بتاعته الميل للفيميل اكتر تمام. ده عكس كل الاوتوميون ديزيز اللي كانت تكون فيها الفيميل اكتر, هنا الميل اكتر من 3 لواحد, والايج اوف اونست بيكون اقل من 40 سنة. طيب الباثولوجي هو من الاخر بيحصل الباثولوجي عباره عن ايه. بيحصل انفلاميشن فولود باي فايبروزس وبعدين اوسيفيكيشن اند نيو بون اند نيو بون فورميشن, وفي الاخر هيحصل انكيلوسيس تمام. اكوردنج تو سايت اوف انفلاميشن دي هيدينا كلينيكال مانيفيستاشن. يعني بيحصل اكزيال سكيلتون وفي الانتيريور سنترال جوينتس. يعني باختصار كده هو بيحصل في النص قدام ورا, قدام في اللي هو الانتيريور سنترال جوينتس من الستيرنومالوبيرا جوينتس الستينو كلافيكولار جوينت والسمسس بيوبس تمام. الاكزيال سكيلتون اللي هي في الفيرتبري والساكرو ايليك جوينت, وبيحصل في البريفري في اللارج بروكسيمال جوينتس تمام. طيب كمان بيحصل في الاكسترا ارتيكولار سايت, ودي بتدينا الاكسترا ارتيكولار مانيفيستاشن اللي احنا قلنا ان هي بتكون مميزه قوي لعيله السبونسر ارثروباس. يعني في يوفيال تراكت فبيدينا اليوفيتس, في الاورتيك روت فبيدينا الاورتايتس, في الابيكال لونج بارينكيما اللي هي الابيكال انترستيشال لونج فايبروزس اند الهارت فالفز فبيدينا الاورتيك ريجر تمام. طيب الفايندينجز بقى دلوقتي انا هو السبونسر ارثرابتس او الانفلاميشن اللي حصل ده بيأفكت كل السباين بكل حاجاته. يعني مثلا دي لو قلنا دي فيرتبرا
ودي فيرتبرا تانية، تمام. ولو قلنا ان دوت الديسك اللي ما بينه، ماشي. هو الديسك احنا عارفين ان هو بيتكون من نيوكليس بالبوزوس وانيلوس فايبروس. هو بيمسك ايه؟ اول حاجه بيأفكت الكارتليج، تمام، دي اول حاجه. وبعدين بيسرح بقى فوق وتحت، يعني هو هنا افكت الكارتليج هنا وافكت الكارتليج هنا. بيسرح بيأفكت البون، بيعمل لي سبكوندرال اوسيتس، بيأفكت الديسك اللي هي الانيولوس فايبروزوس، وبيأفكت الليجمنتس اللي هي البيري سباينال ليجمنت، تمام، وبيأفكت الممبرين سواء كانت البري اوستيوم او الساينوفيا ممبرين، ماشي. فبيدينا الشكل المرعب ده ونشيله احسن، تمام. في الاخر بيحصل زي ما قلنا، بيحصل انفلاميشن فولود باي فايبروزس اند اوسيفيكيشن نيو بون فورميشن، وفي الاخر بيحصل لي بون انكيلوزس. طيب الكلينيكال بيكتشر ارتيكولار واكسترا ارتيكولار. طيب الارتيكولار زي ما قلنا بيكون في عندي سباين افكشن، تمام، فبيدينا اللي هو انفلاماتوري لوب باك بين، وقلنا عرفوا ازاي ان هو انفلاماتوري لوب باك بين. وفي البريفيرال جوينت بين والتشست بين نتيجه اللي هو الانتيريور سنترال افكشن، والهيل بين نتيجه الاسسوس، تمام. طيب الاكسترا ارتيكولار زي ما قلنا نتيجه اللي هو الانفلاميشن اللي حصل مثلا في اليوفيا تراكت، في الاي عملاني يوفيتس، في الهارت اورتايتس وورتيك ريجرج وكوندكشن ديفكت. في اللنج بيدينا ابيكال انترستيشن لنج فايبروزس ويز ريستريكتيف باترن، علشان كده عيانين الانكيلوزنج سبونزيلايتس ممنوع عليهم خالص ان هم ولا يشربوا سجاير ولا يقعدوا جنب حد بيشرب سجاير. ليه؟ علشان السجاير هتعمل لهم سي او بي دي، فده اوبستراكتيف باترن او اوبستراكتيف يعني لنج ديزيز، فمش محتاجه، مش ناقصه، هو عنده اصلا ريستريكتيف ولا ريستريكتيف ولا مش ناقصه، تمام. طيب الجي اي تي بيكون في عندي اللي هو اسيمتريكال اسيمتوماتيك كولايتس من حوالي 30-60%، والكيدني بيحصل فيه سيكندري امايلودوزس او اي جي اي نفروس. طيب الانفستيجيشن اللي انا هعملها، هعمل لاب هشوف ال اتش ال اي بي 27، في ال سي بي سي بلاقي انيميا في السيفير كيس، بلاقي الليفيتد اي اس ار وسي رياكتيف بروتين عشان ده انفلاميشن، زي ما قلنا في البلمونري فانكشن تيست بلاقي الريستريكتيف باترن، وفي الاخر روماتويد فاكتور بلاقي نيجاتيف. نيجي نشوف بقى راديولوجيكال، بعمل اكس راي وبعمل ام ار اي. هو الام ار اي ده بيكون غالي بس ده كوست افكتيف، يعني انا بعمل بيديتكت يعني الديزيز بدري قبل ما يحصل ديفورمسي وكده، فبلحق البيشنت قبل الديفورمسي، وده اللي انا عايزاه. طيب الساكرو اليك جوينت بلاقي فيه بانشد اوت ايروجن وسودو وايندنج اوف جوينتس، وبعدين سكيلروزس، وفي الاخر بوني بريدجنج يعني نيو بون فورميشن، تمام. وده اللي بعمله السكورنج اللي انا قلت عليه في الموديفايد نيويورك كرايتيريا. السكورنج دوت بيكون من جريد 1-4، تمام. جريد 0 ده نورمال، جريد 1 ده سسبيشس، جريد 2 مينيمال تشينج يعني مينيمال ايروجن او مينيمال سكيلروزس لوكالايزد، جريد 3 ده ديفينيت دياجنوزس، في عندي ايروجن وسكيلروزس وجوينت سبيس وايدنينج نتيجه الانفلاميشن او جوينت سبيس ناروينج نتيجه الفايبروزس وبارشال انكيلوزس. جريد 4 ده اللي هو السيفير اللي هو بيحصل فيه توتال انكيلوزس، تمام. فانا زي ما قلنا في نيويورك كرايتيريا محتاجه جريد 2 بايلاترال او جريد 3 يونيلاترال، تمام. نيجي في الكوندرايتس، احنا زي ما رسمنا الرسمه البشعه ديت ان هو بيحصل في عندي في السباين، سوري، بيحصل عندي كوندرايتس وسبكوندرال اوستيايتس فولد باي فايبروزس اند اوسيفيكيشن. الاوسيفيكيشن دي بيحصل نتيجتها يعني نيو بون فورميشن اللي هي اسمها سيندسموفايتس، تمام. السيندسموفايتس ديت بيحصل في الاخر حاجه اسمها بابون سباين، وبيحصل اللي هي رومانس ساين وبريوستيايتس بتعملي سكوين. طب نشرح بس الحته دي. هو السيندسموفايتس دي بتكون عباره عن فيرتيكال نيو بون فورميشن، بتتكون فيرتيكال وبتؤدي الى جوينت فيوجن او فيرتبرا فيوجن، تمام. ودي بتكون ليت راديولوجيكال ساين، بتختلف عن الاوستيوفايتس اللي بشوفها في الديجنريتيف مثلا اوستيو ارثرايتس اللي هي بتكون ايرلي وبتكون لاترال ومش بيحصل عنها فيوجن. نتيجه السيندسموفايتس دي والفيوجن اللي حصل بيدينا اللي هو البامبوس باين، تمام. طيب ايه هي الرومانس ساين؟ دي عباره عن ايروجن بيحصل في السايت اوف اتاتشمنت او في الانيلوس فايبروزس، تمام، والايروجن بيكون فولود باي سكليروزس، فبيدينا اللي هي الشايني كورنرز ديت، تمام. وزي ما قلنا نتيجه البريوستاتس بيحصل سكويرنج اوف البون. طيب في الراديولوجيكال او الاكس راي برضو بشوف حاجات في البريفيرال جوينتس وفي الليجامنت سبوني جانكشن،
بس هو انا بصراحه قعدت اكتب كده حاجات كتيره، وبعدين لقيت ان هي في الاخر بيحصل erosion, new bone formation وانكيلوزس في الاخر. تمام. طيب الفيزيكال اكزامينيشن اللي انا قلت ان انا بعملها مثلا في العياده او كده، زي ما قلنا ان انا بديتكت بيها الموبيلتي بتاعه السباين، يعني مثلا في عشان اعرف الموبيلتي بتاعه السيرفايكال سباين بعمل اللي هي الاوكسبت تول تيست. يعني باختصار ان انا بخلي البيشنت وهو واقف سين واقف بظهره على الحيطه يحاول يلمس الحيطه براسه من غير بالاوكسبت بتاعته من غير ما يرفع دقنه. تمام. مثلا في الثراسيك فيرتبري بعمل اللي هو الشيست اكسبانشن، في اللمبر فيرتبري بعمل اللي هو الشوبر تيست. يعني ايه الشوبر تيست دي؟ يعني ان انا بحدد مثلا نقطتين المسافه بينهم سي مثلا 10 سنتي، وبعمل بقول للبيشنت يبند فورورد. تمام. المفروض في النورمال ان هو يزيد المسافه ديت بين النقطتين اللي انا محدداهم 5 سنتي، فهلاقي القرايه 15 سنتي، فعيان الانكيلوزنج سبونزيلايتس مش هيقدر يبند. تمام. واللي هي ساكرو الياك ستريس تيست دي عباره عن شويه انفستيجيشن يعني او تيست يعني عشان اديتكت بيها ساكرو الياكس. تمام. الكومبليكيشن بيحصل vertebral fracture، علشان هو الفيرتبري بتكون نتيجه الاوستياتس اللي حصلت دي بتكون فيري فراجايل، وبتكون يعني على شعره، فمن ماينور تروما بيحصل فراكشر. تمام. والكودا ايكوانا سيندروم، الكودا ايكوانا سيندروم دي بتحصل نتيجه من الكرونوستي بيحصل كومبريشن على النيرف روت من النيو بون فورميشن اللي حصلت دي. ماشي. دي عباره عن سيرجيكال ايمرجنسي، لازم ان انا ادخل واعمل دي كومبريشن. المانيفيستاشن بتاعتها ان هي بيحصل اناسيزيا في السادل شيب اريا، بيحصل لوس اوف ريفلكسز في الاكستريميتي او اللور لمب، بيكون في عندي بلادر انكونتيننس و وباول انكونتيننس. ماشي. المورتاليتي بتزيد مع الاميلودوزس من سباينال فراكشر، الكارديو فاسكولار ديزيز، بيحصل جي اي بليدنج ونيفرايتس نتيجه ان انا بستخدم في علاج الانكلوزنج بستخدم مني النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. نيجي عند التريتمنت، هو الايم اوف تريتمنت مهم جدا بقى كل كلمه في الحته دي، ان انا هقول الايم اوف تريتمنت ان انا بكنترول البين البيشنت ان سيفير بين الانفلاميشن اللي حصل، و امينتين ماكسيمم سكيلتال موبيلتي و بريفنت ديفورميتي. تمام. في عندي اما يكون نون فارماكولوجيكال او فارماكولوجيكال. نون فارماكولوجيكال دي مهمه جدا يعني ما ننساهاش، زي ان انا هعمل البيشنت ايديوكيشن بخليه يدخل في فيزيو ثيرابي، ريفير تو فيزيو ثيرابيست، واعمل له اكسرسايز. اهم حاجه في الاكسرسايز اللي هي الهيدروثيرابي. تمام. طيب الفارماكولوجيكال اللي هي الانسيد، دي الكورنر ستون او دي الفيرست لاين عشان اريليف البين والانفلاميشن. ابسط حاجه اللي هي الاندوميسيسن من 3 ل 4 اقراص في اليوم. تمام. 3 ل 4 مرات في اليوم. الديمارس دي اللي هي الميزوتريكسيت او السلفاسالازين، دي بس محتاجها لو العيان عنده بريفرال افكشن، لو العيان ما عندوش بريفرال جوينتس يبقى ده ملوش اي لازمه. طيب لو العيان مثلا انا قعدت ادينه انسيد وبرده مش بيتحسن او كده، فانا بنط على اللي هي البيولوجيكال تريتمنت زي تيومر نيكروزس فاكتور الفا. تمام. طيب الاستيرويدز انا مش بحتاجها خالص، السيستميك ستيرويدز دي نفر ان انا استخدمها في عيان الانكيلوزنج سبونجرايتس. تمام. بس ممكن استخدمها بس في حاله اللي هي اليوفياتس بتكون توبيكال، لو الدكتور الرمد قال لي ان هو لو انا ما استخدمتش توبيكال استرويد العيان دوت من اليوفياتس اللي عنده هيلوس هيز فيجن، فانا محتاجه هنا ان انا استخدم بس توبيكال. تمام. طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن اللي هو رياكتيف ارثرايتس، هي بس السلايد دي محتاجه ان انا اعرفها، ماشي، مش محتاجه اعرف كتير. هو يعني ايه رياكتيف ارثرايتس؟ هو معناه ان بيحصل اكيوت ارثرايتس من 1 ل 3 ويكس افتر الانفكشن، سواء كانت الانفكشن دي جي اي او جينيتال يورينري. تمام. معنى كده ان انا عندي تو تايبس، بوست فينيريال من الكلاميديا الانفكشن. تمام. وبوست ديزنتريك بسبب السالمونيلا او الشيجيلا. ماشي. هو الكلاميديا دي بتكون البروجنوزس بتاعها اوحش من البوست ديزنتريك. تمام. هو بيكون عبارة عن clinical picture، بتكون عبارة عن trait arthritis, urethritis أو cervicitis و conjunctivitis. تمام. clinical picture articular زيها زي اللي هي السبا، زي ما قلنا ان هو بيحصل في ال peripheral joints
asymmetrical oligoarthritis, spine affection و acute sacroiliitis و incisitis. تمام. طيب الاكسترا ارتيكولار ده البيشنت بيجيني بيها اللي هو خصوصا النيكوكوتينيس، يعني مثلا بيجيني بالسيرسينال بلانايتس والكراتوديرما بلانوراجيكا. ماشي. ومهم قوي في الاوكيولار مانيفيستاشن اللي هو عنده كونجكتيفايتس ويونيلاترال يوفيتس. ماشي. طيب نيجي بعد كده على السورياتيك ارثرايتس. دي معناها ايه؟ معناها كرونيك inflammatory arthropathy in the setting of psoriasis، يعني عيان عنده psoriasis جاء عليه جد عليه arthropathy. الكلاسيفيكيشن بتاعته اول حاجه اللي هي الاسيميتريكال بولي ارثرايتس او بولي ارثرايتس، دي موست كومن وبتكون حوالي 40%. ماشي. تاني حاجه اللي هي سيميتريكال بولي ارثرايتس، ودي بتسيميليت الروماتويد ارثرايتس، والدكتور يعني بيتلخبط ما بينهم، بيتلخبط ما بين اذا كان سورياتيك ارثرايتس او اللي هي سيميتريكال بولي ارثرايتس تايب. تمام. تالت حاجة انكلوزنج سبوندلايتس حوالي 20%، بعدين اللي هو الديستال انترفرينجال جوينت، واخر حاجة اللي هي الارثرايتس ميوتيلانس، دي الموست ديستركتيف والحمد لله ان هي الرير تايب اقل من 5%. طيب اخر حاجة هنتكلم عنها اللي هي الانتيرو باسيك ارثرايتس، بيقول لي ان 25% من العيانين الاي بي دي سواء كان كرونز او ارثرايتس كولايتس بيجي لهم انفلاماتوري ارثرايتس. تمام. بس لقوا ان حتى العيانين الانكلوزنج سبونجلايتس 6% منهم ممكن يجي لهم كرونز. تمام. يعني ده بيودي على ده من الاخر. طيب الريسك فاكتورز او الريسك بتزيد ان العيانين الاي بي دي بيجي لهم ارثرايتس بالايه؟ بالاكستنت اوف كلونيك ديزيز، بالابسس، لو في عندي ابسس، عندي ارثيما نودوزم، عندي ارثرايتس يوفيتس سوري، او عندي بايوديرما جانجليونوز. تمام. السب تايبس تقريبا زيها زي اللي هي السورياتيك، يعني في عندي اسيميتريكال اوليجو ارثرايتس، عندي سيرو نيجاتيف روماتويد ارثرايتس لايك ويا او سبونجي ارثرايتس. ماشي. دي بقى معلومه مهمه ان هو البريفيرال ارثرايتس دي يعني ماشيه مع الجت. تمام. مش الاسباين، الاسباين ده ماشي اندبندنت عن الجت خالص. الاسباين دي زيها زي الانكلوزج سبونجلايتس برضو نفس الكلام، اللي هو ساكرو ايلايتس انفلاماتوري نود باك بين وانسيسايتس نفس الكلام. تمام. البريفيرال بقى بيكون اكيوت ميجراتوري او ترانزيت، بيكون اسيميتريكال او اولجو ارتيكولر، وبيفولو الباول سيمتومز زي ما قلنا ان هو ماشي بارالللي، وبيكورليت مع الاكستنت اند الاكتيفيتي اوف جات انفلاميشن. تمام. بس هي كده خلاص، كده محاضره السبونجر ارثروباثي خلصت وشكرا.